1-800-247-188. زوروا صفحتنا على فيسبوك لاران يونيفرسيتي ريزيدنس أو موقعنا الإلكتروني laranuniversityresidence.com. ما تخجل ما تسلم على حدا لو مد إيده، ما تخجل تطلب من اللي عم يحكيك يحط كمامة ويبعد عنك متر ونص، ما تخجل إذا ظهرت عليك العوارض استشير طبيبك وبلغ اللي خلطتهم. مع تحية المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات، هدفنا حمايتك. صباح الخير، 8:15 في صوت لبنان. نقدم إليكم نشرة للأخبار مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلي. ماذا في العناوين؟ صفارة الحرب انطلقت والروبل في أدنى مستوياته. إقرار خطة معالجة النفايات في مجلس الوزراء. رسم جواز السفر بين 600,000 ومليون و200 ألف. القمح الأوكراني في أزمة. أكيد في أزمة ترغيف إذا المطاحن ما بتسلم الطحين للأفران بشكل طبيعي. قرب فصل الشتي والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة. وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دوديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمازوت والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدة بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت، مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. الحالة كانت سنية بامتياز أمس من خلال معبرين أمني وسياسي. في الأمن، تظهير دور إنقاذي لشعبة المعلومات بشخص المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المطلوب للتحقيق قضائيا أمام القاضية غادة عون. تلك لا تمنع هذه. في السياسة، ظهر الرئيس فؤاد السنيورة دورا لنفسه رافعا من معنويات البيئة السنية بعد قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي. وأخطر من الداخل، رائحة البارود في أوكرانيا. الحرب بدأت وأنظار العالم إلى هناك، وسنكون مع تقرير مفصل في سياق النشرة. إذن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يؤكد في مؤتمر صحفي أنه لا يزال أمامه مزيد من الوقت لاتخاذ قراره بالترشح من عدمه، إلا أنه دعا أهل السنة إلى عدم إخلاء الساحة السياسية والانتخابية. إعلان عن أهمية خوض الانتخابات النيابية من قبل جميع اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين من أهل السنة والجماعة المؤمنين بهذه القواعد والمبادئ، وبالتالي بعدم المقاطعة أو الاستنكاف، بدل إلى المبادرة إلى المشاركة الفعالة ترشيحا واقتراعا. بحترم إرادة الرئيس سعد الحريري في تعليق مشاركته في ومشاركة تياره في العمل السياسي، وأنا لا أحمله بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية عما أبديته أو أبديه أو أعبر عنه من مواقف. كما أن الرئيس ميقاتي والرئيس تمام إسلام هما على اطلاع على ما أوردته من أفكار في هذا النص. الاتصال بيني وما بين الرئيس ميقاتي والرئيس تمام إسلام هو دائم ويومي، وننسق سوية فيما سنتخذه من مواقف لا يمكن إعادة بناء الدولة اللبنانية طالما استمر حزب الله يسيطر على هذه الدولة مستقويا بسلاحه. ولكن هناك إمكانية لدولة مع حزب الله من دون سلاح حزب الله الذي أصبح بالفعل موجها إلى صدور اللبنانيين وصدور الأشقاء العرب. الحقيقة الساطعة
أن من جملة ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة وتسلط إيران عليه. قراءة سياسية في موقف الرئيس السنيورة مع الدكتور جورج يزبك. فؤاد السنيورة قلبه على الرئيس سعد الحريري وعقله مع معادلة الحياة تستمر، وما فعله أمس في مؤتمره الصحافي كان استقالة من المستقبل من دون الترشح للانتخابات بعد، لكن المسألة قيد التشاور مع ذاته ومع غيره. هو رسم أجندة عمل لأهل السنة أساسها اتفاق الطائف وسقفها مواجهة النفوذ الإيراني وسلاح حزب الله، طارحا معادلة لا يمكن بناء دولة مع حزب الله المسلح ويمكن بناؤها مع حزب الله من دون سلاح. وكي لا يتهم بمخالفة قرار سعد الحريري أو باستعجال وراثة الحريرية السياسية، أوحى الرئيس السنيورة بأنه رافع لأهل السنة في زمن انكشافهم سياسيا، وبأنه لا يتعامل مع تركة ولا يعمل بالشخص بل بالتنسيق مع اثنين من نادي رؤساء الحكومات، ورب صدفة خير من ميعاد. صودف أن تمام سلام بيروتي ونجيب ميقاتي طرابلسي وفؤاد السنيورة صيداوي، ويكون بذلك قد ربط المثلث السني بحزام نجاة يدغدغ شعور أهل السنة. توقيت طرح السنيورة بعد 14 شباط والزيارة الفقط عاطفية التي قام بها الرئيس الحريري للضريح، وقبل 14 أذار المنتهي الصلاحية والذي يصادف عشية إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية، توقيت هذا الطرح يظهر التالي: أولا، تسجيل أول معارضة من داخل البيت الأزرق لقرار سعد الحريري بتعليق العمل السياسي ومنع أعضاء المستقبل من الترشح للانتخابات. ثانيا، صوغ موقف السنيورة بما لا يمكن لدار الفتوى التحفظ عليه، بل هو موقف يستدرج الدار إلى تأمين غطاء له. ثالثا، قطع الطريق على دخول بهاء الحريري إلى الحالة السنية. رابعا، استدراج غطاء عربي خليجي وتحديدا سعودي، وغطاء دولي وتحديدا أمريكي فرنسي حاضن لمشروع يساهم في إعادة بعض توازن إلى الحالة السياسية الداخلية. خامسا، فتح السنيورة بزار الترشيحات، وموقفه سيشجع نواب تيار المستقبل على كسر قرار الحظر الذي حوله الحريري نوعا من تابو لكل من يترشح إلى الانتخابات من أهل البيت. سادسا وأخيرا، الرد المتأخر بعد 4 سنوات على ما لم يهضمه فؤاد السنيورة بعد، وهو تبني سعد الحريري ترشيح عمته بهية وإقصاء فؤاد في انتخابات العام 2018، تصفية حساب قديم. على وقع هذه الأجواء، كشف وزير الداخلية بسام المولوي عن إحباط فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هجوما انتحاريا بالأحزمة الناسفة كان يعد له تنظيم داعش، ويستهدف كلا من مجمع الكاظم في حي ماضي ومجمع الليلكي وحسينية الناصر في الأزاعي. وخطط التنظيم ليكون الهجوم انغماسيا، بحيث يقوم المنفذ بإطلاق النار من أسلحته الرشاشة وإلقاء قنابل يدوية ضد أهداف مدنية قبل أن يفجر حزامه الناسف. وتمكن فرع المعلومات من توقيف 2 من ناقلي الأحزمة الناسفة. أحباط 3 عمليات تفجير كانت ناوية ترتكبهم شبكة إرهابية تكفيرية على الأراضي اللبنانية، جماعة عم تجند شباب من جنسية فلسطينية لحتى ينفذوا عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وبمتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لا سمح الله حتوقع كتير من الضحايا وتودي على محل ما حدا كان بيقبل فيه أو بيتمناه. وتخلل المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود عرض إلكتروني مصور لمراحل العملية، واستعرض ضباط الفرع الأحزمة الناسفة التي ضبطت. كشف العملية استباقيا جاء استخباراتيا بعدما تمكن فرع المعلومات من اختراق داعش ووصل إلى العقل المدبر الملقب بأسد الشامي الموجود في مخيم عين الحلوة.
رئيس الكتائب يشدد على دور المرأة في العمل السياسي والعام. كل التفاصيل لمروان الأدوم. أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت المركزي في الصيفي قرار المكتب السياسي الكتائبي بإعلان ترشيح الكتائبية جيت عجيل عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي رشية، مشيدا بدور المرأة في الحياة السياسية، مذكرا باقتراحات قوانين الكوتا النسائية التي قدمتها الكتائب وخاصة طلب إلى المجلس النيابي إضافة بند على قانون الانتخاب يرمي إلى اعتبار اللوائح الانتخابية قانونية إذا كانت الكوتا النسائية فيها 30%، وتم رفضه بالإجماع من المجلس النيابي حينها. انطلاقا من قناعتنا بحزب الكتائب بدور المرأة بالحياة السياسية، بعد ما تقدمنا بعدد اقتراحات قوانين من ضمنها ادخال الكوتا النسائية الى قانون انتخابات البلديات، بعد ما اقترحنا تطبيق الكوتا النسائي بهيدا القانون يلي موجود اليوم وتم رفض هذا الامر باجماع مجلس النواب، وبعدني بتذكر وقت طرحنا تعديل لهالقانون بالجلسة يلي أقر فيها هذا قانون انتخابات، طرحنا نحن على الرئيس بري وتم التصويت على إدخال مادة على هالقانون بكرس كوتا 30% للنساء بالترشيح، يعني تتنقبل اللائحة لازم يكون فيها 30% نساء. عرضنا هذا الشيء على التصويت وتم رفضه بإجماع مجلس النواب. المرأة عندها مناعة على الفساد أكبر من الرجال، بقى هيدي كمان يمكن بتكون باب لنقدر ننقل بلدنا إلى مكان أفضل. المرشح الكتائبية جيت عجيل شكرت الحزب على الثقة معلنة عن مبادئ الترشيح وهو الثورة والتغيير والنظافة والشفافية وعدم المساومة. حين الوقت لهالمنطقة أنه تنتفض على هيدا الواقع وعلى قوة أمر الواقع، تنتفض لسيادة الدولة، تنتفض للتغيير، تنتفض لكرامة أهلها، تنتفض لمستقبل أولادها، وتترجم كل الغضب يلي بتحس فيه بصناديق الاقتراع ب15 أيار. لرفاقي الكتائبيين، لبنان بحاجة لألنا، والمعركة بحاجة لكل الطاقات، ومثل ما كنا نواة المعارضة السيادية التغييرية من أكثر من 8 سنين وما ساومنا على ولا حق من حقوق الشعب اللبناني ولا على سيادة لبنان، قادرين نكون العمود الأساسي للتغيير المطلوب. رئيس الكتائب وفي مستهل المؤتمر استذكر استشهاد مايا بشير الجميل، مؤكدا أن النضال مستمر وما من ساوم يوما على دماء وتضحيات شهدائنا. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان الدوم، صوت لبنان. انتخابيا أيضا، حسمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دائرة شوف علي، ورشح مارونيا عن مقعد علي هو راجي السعد. إلى ذلك رأى جنبلاط أن في الانتخابات النيابية المقبلة ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة مع اللقاء الديمقراطي، وقال أن مشروع المقاومة وحلفائها هو إلغائي لا يعترف بأحد، لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات. صوت صح، وحلقة اليوم عن هواجس المغتربين. جوزيفين أبي غصن. صوت صح. مع إطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في أيار 2022 وتحديداً منذ عملية تسجيل المنتشرين في الخارج، بدأت الهواجس تتظهر، والسبب عدم الوضوح في مسار العملية الانتخابية على الصعد كافة، حسب رئيس الهيئة الاغترابية في حزب الكتائب وليد فارس. 128 ولا دائرة 16 رح ينتخبوا ولا ما رح ينتخبوا، بلبلة يلي حصلت والغموض يلي كانت كل عملية تسجيل الأصوات مرقت، بس كل هيدا الجو بعده موجود، يعني بعده بيطلع أصوات، يمكن يصير انتخابات يمكن ما يصير، يمكن في مصاري يمكن ما في مصاري، ما في شيء واضح. ما بعتقد في بلد بالعالم، حتى البلدان يلي أنظمتها توتاليتارية يعني شمولية وما عندها ديمقراطية حقيقية، على القليلة تضحك على شعبها تعمل حالة عم تعمل انتخابات مثل العالم والناس. وسجل فارس سلسلة من الهواجس. أبرز الهواجس طبعا مش كل اللي تسجلوا رح ينتخبوا، في ناس ما معه أوراق صوتية كافية، لأن الأوراق اللي كانت صالحة للتسجيل مش صالحة نفسها للانتخاب. معظم بتسجل وبتصور جو حماس للانتخاب ليعبروا على الأقل عن غضبهم يلي حاملينه بقلبهم، وفي كتار منهم واصلين آخر سنتين لبرا، هودي بعد الجرح جديد طازة بجسمه. فارس أبدى تخوفه من رحلة صناديق الاقتراع التي يفرض القانون فرزها في لبنان. فرز الأصوات ما عم بيتم فور انتهاء عملية الانتخابات، وهي بدعة ما بعتقد موجودة بولا بلد بالعالم.
انك تخلصي الانتخابات بعد ما يفرزوا قدام المندوبين والمندوبين يمضوا على المحاضر ما بيصير بلبنان. مرض الماضي وهالمرة الظاهر بعدها لهلا هيك ان شاء الله يصير شيء وتتغير، بدو يدبوا الصناديق يختمون ويحملون يروحوا يناموا بالسفارة او ما بعرف وين ويرجعوا ينقلون على بيروت يناموا بمصرف لبنان ما بعرف كم يوم لا يفتحون بعد اسبوع ليعدون مع صناديق بيروت. هيدا هيجس كثير كبير وكثير مقلق لقلنا، لانه مع هيك سلطه ما فيك تامني حتى لو انت موجوده، فكيف اذا انت مش موجوده؟ 2740 ناخب من الذين تسجلوا في الاغتراب لن يتمكنوا من الاقتراع في الخارج، لان العدد حيث تسجلوا يقل عن 200 ناخب، مما ادى الى ادراج اسمائهم على القوائم الانتخابيه للادلاء بصوتهم في لبنان. هلا ضوى فجر جديد وبلشنا التغيير وبلشنا التغيير. صوت صح من صوت لبنان. الموازنة بدت سالكة بعد توقيع وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مرسوم إحالتها إلى مجلس النواب بانتظار توقيع رئيس الجمهورية. حكوميا أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا خطة معالجة النفايات التي وضعها وزير البيئة، وأساسها نقل مهمة المعالجة إلى البلديات بدل الشركات الخاصة. أما خطة الكهرباء فبدت مهددة، خاصة وأن وزير الطاقة وليد فياض شكى من النكايات والعقد التي توضع أمام خطته لإصلاح القطاع، ما يضع جلسة الجمعة الحكومية غير مستقرة. القرار الوحيد النافذ على أصله كان رفع رسم جواز السفر، وتحدد ب 600 ألف ليرة لخمس سنوات ومليون ومئتين لعشر سنوات. نستمع إلى أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء التي تلاها الوزير عباس الحلبي. استمع إلى عرض لوزير البيئة حول استراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير البيئة إعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها إلى مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني، الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر قليلة. في محلياتنا أيضا، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إسرائيل ستزول من الوجود، مشددا على أن موضوع الحرب مع لبنان بات يضرب له ألف حساب. في الشأن الحياتي، هل من أزمة طحين في الأفق؟ ماذا قال نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لصوت لبنان هذا الصباح؟ أنا موجود بالمطاحن، بس في خلاف بين وزارة الاقتصاد والمطاحن على تسعير خالي، مما ينعكس بنقص حاد بالطحين داخل الأفران، لأن المطاحن ما عم تسلم الكميات الكافية، وفي مطاحن ما عم تسلم أبداً. هذه بدي حل اليوم قبل بكرة، إلنا 3-4 أيام نحكي بالقصة ولحد هلا ما في حل. أكيد في أزمة ترغيف إذا المطاحن ما بتسلم الطحين للأفران بشكل طبيعي. نحن أفراننا مفتوحة، إذا ما في طحين ما فينا نشتغل. امبارح وعد وزير الاقتصاد إنه اليوم بدنا نحلوها، هلا كيف بدنا نحلوها ما بعرف. أنا بتمنى ما يذلوا الناس ووقفوا الناس بالطوابير، بعدني لهلا بطمن الناس إنه إن شاء الله اليوم بدنا نحل القصة وعدونا، بس ما بعرف إذا الوعد مثل 3-4 أيام، مفروض يحلوها. شريط من الأخبار المحلية الأخرى مع كريستال محفوظ. نفى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن يكون لبنان قد طلب حذف الرسالة التي أرسلها إلى المنظمة الدولية عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار، وسبق للبنان وأن وجه هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة، وهي تجعل من المنطقة الواقعة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها. بحث وزير الاتصالات جوني القرم مع المسؤولين في شركتي الخلاوي ألفا وتاتش في موضوع تعديل تعرفة خدمات الإنترنت والاتصال وأسعار البطاقات المسبقة الدفع بغرض توفير استمرارية قطاع الاتصالات.
نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية رمزية أمام سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، مطالبين بفصل قضية الموقوفين الأبرياء عن الصراعات القضائية والسياسية وإطلاق فوري لجميع الموقوفين. أعلن مصرف لبنان عن تمديد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية نهاية أذار قابل للتجديد، وأكد المركزي أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار مقابل الليرة مستمر مع المصارف من دون سقف على سعر منصات صيرفة. عدد كورونا سجل 20 وفاة و 3748 إصابة جديدة. مناشدة أممية باسم الإنسانية لروسيا بعد هذا الفاصل. لبنان طوى صفحة الوكالات الحصرية بضربة غير قاضية، فهل فعلا ستكسر الهيمنة والاحتكارات في الممارسات التجارية وتنخفض أسعار السلع الاستهلاكية؟ ماذا عن التنفيذ والمراقبة والقطب المخفية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كاربات فاكراجيان، ومداخلة للوزير السابق فادي عبود الخميس 9:45 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. في موشات المساء، هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها وما الذي يدفع إلى إرجائها؟ وهل سينتخب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول 2022؟ وهل ستنتهي عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ وإلى متى سيبقى التشكيك هاجساً دائماً في أذهان اللبنانيين؟ الجواب مع وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل. موشط المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. انتخابات 2022، كل الدوائر، كل التحالفات، كل الأرقام. فلاش باك على انتخابات 2018 وفلاش فورورد على انتخابات أيار 2022. صوت صح يومياً من الاثنين إلى الجمعة ضمن نشرات الأخبار ودائماً من صوت لبنان. طبول الحرب قرعت في أوكرانيا والروبل إلى أدنى مستوياته هذا الصباح. كريستال محفوظ. الوضع في أوكرانيا محور اجتماع طارئ لمجلس الأمن مع انطلاق العمليات العسكرية والقصف العنيف على مدن عدة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية في منطقة دونباس وتعهد بالرد على كل من يتدخل. وفي أول تعليق على الهجوم الأوكراني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنرد وسنعلن عن العواقب الإضافية على روسيا. البيت الأبيض أشار إلى التنسيق مع الحلف الأطلسي من أجل رد قوي وموحد يردع روسيا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناشد بدوره بوتين باسم الإنسانية بإعادة قواته إلى روسيا. وفي السياق، أغلق المجال الجوي في منطقة روستوف على الحدود الشرقية لأوكرانيا وألغى مطار كييف الرحلات الجوية، كما طالبت بلدية كييف المواطنين البقاء في منازلهم. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية، كما أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية. إلى صفحة رياضية مع رومان طنوس. بجديد الأخبار، افتتحت السنغال ملعب عبدالله واد واللي بتوصل ساعته لخمسين ألف متفرج، وذلك بعد فوز المنتخب الأول بكأس أمم أفريقية لأقيمت بالكاميرون. محلياً افتتحت بطولة آس 30 للرجال والسيدات بالتزلج القلبي اللي بنظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على مدى 3 أيام بالمزار سكي ريزورت كفرديبيان، وبرعاية رئيس الاتحاد الدولي وبمشاركة 11 دولة وهن كوريا الجنوبية، كازاخستان، هونغ كونغ، النيبال، أوزباكستان، الهند، إيران، كرغستان، طاجكستان، تايلاند، ولبنان. إلى ذلك، أفادت معلومات أنه مهاجم نادي النجم محمود سبليني عاد إلى تمارين الفريق بشكل طبيعي بعد غيابه مؤخرا بسبب خلافات مع الإدارة حول مستحقاته المالية.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليلا. كان في هذه النشرة صفارة الحرب انطلقت والروبل في أدنى مستوياته، إقرار خطة معالجة النفايات في مجلس الوزراء، رسم جواز السفر بين 600 ألف ومليون ومئتي ألف، القمح الأوكراني في أزمة. أكيد في أزمة ترغيف إذا المطاعم ما بتسلم الطحين للأفران بشكل طبيعي. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.